محمد حسن صاحب الصوت الذهبي، بدوي الحضور والألحان والكلمات. ولد عام 1946 في مدينة الخمس، بدأ مشواره مع الأغنية في فترة الستينات، موسيقار وفنان ليبي أسهم بصوته في تأريخ تراثنا الموسيقي الليبي. قدم عدة أعمال غنائية جمعت بين الغناء والتلحين، ونالت صدى واسع على مستوى الساحة الليبية والعربية. نذكر منها رحلة نغم، يسلم عليك العقل، وليش بطا مرسالك عني، وطق العود، وقد الشوق، وبريت شرق وغرب، والواحة والنجع، وغيرها من الأغاني الخالدة في الذاكرة. عرف بمطرب الخيمة الغنائية، أحيا عدة حفلات داخل وخارج ليبيا. غنى في عام 2002 مدة 5 ساعات متواصلة على مسرح قاعة رويال ألبرت هول. أدخل آلة الربابة في الأغنية الليبية، واستعان بآلة الأورج والجيتار، واعتمد الموسيقار الراحل على مقامات الموسيقى العربية. فنان يهوى الغناء باللهجة الليبية ولا يستهويه الأضواء خارج الساحة العربية. تعاون الفنان الراحل محمد حسن طيلة مسيرته الفنية مع شعراء ليبيين وعرب، ولحن للعديد من الأصوات العربية، تغنى بقصائد بالفصحى لشعراء من بينهم نزار قباني. توفى الفنان محمد حسن ورحل عن عالمنا عام 2017 بعد صراع طويل مع المرض، تارك وراءه إرث موسيقي لا ينضب.